للمزيد من المتابعة والتفاصيل حول تلك التحويلات معنا على الهاتف اللواء أحمد هشام الخبير المروري. سيادة اللواء صباح الخير. صباح الخير لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. سيادة اللواء تدينا فكرة عن تفاصيل هذه التحويلات. وبالفعل اليوم تجد الإدارة العامة لمول القاهرة تحويلات مروية اعتبارا من صباح اليوم في شارع 26 يوليو بسبب إنشاء محطة مزبيو وإجراء إزالات لبعض المعقارات بمنطقة بولاء والعلا لاستكمال مشروع الخط الثالث للمرحلة الثالثة لمترو الأنفاق. نعم. وسيتم تحويل مسار السيارات القادمة من شارع الجلاء وعدم الدخول لشارع 26 يوليو وسيتم استكمال الرحلة المرورية اتجاه ميدان الشهيد عبد المنعم رياض. كما سيتم تحويل القادم من شارع كورنيش النيل وعدم الدخول لشارع 26 يوليو والجلاء وسيتم استكمال الرحلة المرورية اتجاه شارع كورنيش حتى شارع السبتية. وسيتم تعديل مسار السيارات أعلى كوبري 15 مايو القادم من منطقة الزمالك ويتم النزول من منزل التلفزيون اتجاه شارع كورنيش ولن يسمح باستكمال الرحلة اتجاه منطقة الأعمال وذلك وسط تدعيم كافة الطرق بالخدمات المرورية والعلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بالإضافة إلى المساعدات الفنية وذلك لمنع الكثافات المرورية أو لا قدر الله حدوث أي عوائق مرورية. كذلك عايزين نوضح للسادة المشاهدين كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك إن قامت وزارة الداخلية بإعداد خدمات مكثفة عن طريق تزويد كافة دورات المرور كافة المحافظات بسادة الضباط ورواد أفراد وذلك لتسهيل الحركة المرورية خاصة في المناطق التجارية والمناطق المتنزهات التي يلجأ إليها المواطنين بعد الإفطار. ويمكن من أبرز من ذلك أن قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة باستحداث 14 وحدة إصلاح متنقلة لرفع السيارات المعطلة بدائرة المحافظة ووحدة إصلاح مكونة من أمين شرطة مجهز لاسلكية من قسم المرور المختص بعونهم مجندين من الإدارة العامة لقوات الأمن أحدهما كهربائي والآخر ميكانيكي ولديهم معدات إصلاح للدفع به لمواجهة أعطال السيارات بالمحاور والميادين الهامة. ثم قامت الإدارة أيضا بدفع 2 بيتش باجي ارتكاز أعلى كوبري أكتوبر لدفع السيارات المعطلة أعلى كوبري 6 أكتوبر لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات المرورية أعلى كوبري الناتجة عن تعطيل السيارات والتي يتعذر الوصول إليها من أعلى نفق أحمد بدوي ومنطقة الشهيد وكوبري أكتوبر. وكذلك بيتش باجي ايضا بشارع العروبه امام نفق المرغني. نعم. سيتم الدفع بعدد 4 سيارات انقاذ سريع لمواجهه الاعطال من خلال المساعدات الفنيه من ناحيه الاقماع او المسددات الحديديه او المطبات الصناعيه او علامات ارشاديه وان شاء الله نتمنى السلامه للجميع. نعم سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري شكرا جزيلا لك. أعلنت المفوضية الدولية لشؤون نزع السلاح أن المفتشين تمكنوا من تدمير 24 مرفقا للأسلحة الكيميائية المحظورة في سوريا مؤكدة أن الأدلة الأولية تشير إلى استعمال غاز سارين في هجوم خان شيخون بإدلب السورية. أوضحت المفوضة في جلسة خاصة لمجلس الأمن حول استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية المحظورة أن المفتشين لم يصلوا إلى 3 مرافق حتى الآن. وأضافت أن فريق بعثة تقصي الحقائق جمع عينات من موقع الهجوم ويجرى حاليا تحليلها. أشارت إلى أن البعثة تخطط لزيارة ثانية للموقع الخاضع لسيطرة قوى المعارضة. اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة في حي جوبر شرق دمشق وسط قصف متبادل بين الطرفين. يأتي ذلك بينما قصف الجيش مناطق خاضعة للمعارضة في مدينة درعا وسط تواصل الاشتباكات بين الطرفين في حي المنشية. بالتزامن وسع الجيش السوري نطاق سيطرته في ريف حمص الجنوبي الشرقي بعد استعادته سد القريتين وعدد من المرتفعات في ريف حمص الجنوبي الشرقي.
أعلنت السلطات العراقية مقتل ضابطين في الجيش العراقي وثلاثة جنود بانفجار عبوتين ناسفتين خلال عمليات عسكرية لتطهير مناطق تقع بين محافظتي ديالى وصلاح الدين شمال شرق بغداد. يأتي هذا بينما تواصل القوات العراقية ملاحقة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي غربي الموصل في محاولة لمحاصرتهم في البلدة القديمة بالمدينة. في اليمن ارتفع عدد الإصابة بالكوليرا إلى 35217 حالة مشتبه بها منذ أن بدأ المرض في الانتشار في إبريل الماضي. أوضحت المنظمة أنه جرى الإبلاغ عن 261 حالة وفاة خاصة في المحافظات الغربية من اليمن ليصبح عدد الوفيات نحو 100 حالة عن يوم الجمعة الماضي. يذكر أن وباء الكوليرا ظهر باليمن في أكتوبر الماضي لكنه لم يتم السيطرة عليه، وزادت حالات الإصابة في إبريل 2017 تحت وطأة انهيار الاقتصاد والمنظومة الصحية جراء الحرب في البلاد. يواصل نحو 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم 38 على التوالي يواصلون معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال. طالب الأسرى بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وسياسة العزل الانفرادي ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها وإنهاء سياسة الإهمال الطبي. قالت اللجنة الإعلامية للإضراب إن الوضع الصحي للمضربين خطير ومقلق حيث يعاني غالبية الأسرى من العديد من الأمراض. اجتمع صباح اليوم بابا الفاتيكان البابا فرانسيس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع مغلق بالمكتب البابوي بالفاتيكان لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كما عقد البابا اجتماعا لاحقا بأعضاء الوفد المرافق لترامب. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي في وقت لاحق بالرئيس الإيطالي ورئيس وزرائه قبل أن يتوجه إلى بروكسل حيث يشارك في قمة مع زعماء حلف الناتو. وبالتزامن مع زيارة ترامب لروما نظم المغتربون الأمريكيون اعتصاما للتعبير عن احتجاجهم كون ترامب رئيس للولايات المتحدة. اعتبر المحتجون في مظاهراتهم أن ترامب يفتخر للخبرة السياسية وأنه ارتكب العديد من الأخطاء خلال 100 يوم الأولى له في السلطة وذلك على حد قولهم. تحت شعار روما تقاوم نظم المغتربون الأمريكيون احتجاجا للتعبير عن رفضهم لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الإيطالية. المتظاهرون اعتصموا في ميدان روما ملوحين بالأعلام ورددوا شعارات ضد التمييز وضد تهديد الديمقراطية. أحب بلدي ولا أعتقد أن الطريقة التي تتم بها إدارة البلاد تحت حكم هذا الرئيس هي المناسبة. نحن في حاجة إلى رفع أصواتنا أيا كان بعدنا عن الولايات المتحدة ونبعث برسالة قوية وواضحة أن ذلك يجب ألا يستمر عليه أن يرحل. الاعتصام نظمته مجموعة المغتربين الأمريكيين للتغيير الإيجابي. المحتجون قالوا إن دونالد ترامب عديم الخبرة لأن يتولى قيادة أكبر دولة في العالم وأنه ارتكب سلسلة من الأخطاء خلال 100 يوم الأولى له في البيت الأبيض ما تسبب في إحراج على مستوى البلاد والعالم. نعتقد أن هذا الرئيس بصراحة ليس بقدر تحدياته أن يكون رئيسا للولايات المتحدة. إنها أكبر دولة في العالم ولديها أكبر جيش في العالم، وهو يبدو أنه غير مسؤول تماما وغير مدرك على الإطلاق بالواجبات وليس لديه أي فهم بالدستور. إيطاليا هي المحطة الثالثة لرحلة ترامب الرئاسية الخارجية الأولى وتأتي بعد زيارته لمنطقة الشرق الأوسط.
للمزيد من المتابعة حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى روما ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عزت إبراهيم الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الأمريكي. سيد عزت صباح الخير. نعم صباح الخير. يعني كيف تتابع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الإيطالية روما؟ أعتقد مسألة التظاهر ضد ترامب مسألة طبيعية، لأنه طبعا جزء كبير من الأمريكيين لم يصوتوا لمصلحة ترامب، وهناك انزعاج من وصوله للسلطة زي ما شفنا الاحتجاجات اللي اندلعت بعد انتخابه حدث في مظاهرات ضده. أعتقد أنها أمور طبيعية جدا بتحصل في وتحدث في أغلب زياراته التي تكون في الخارج. الأهم هو طبعا اللقاء مع باب الفاتيكان. اللقاء باب الفاتيكان أعتقد أنه لقاء فريد من نوعه، لأنه حصل ترشح قبل الانتخابات الحملة الانتخابية، ولم يبقي باب الفاتيكان حماسا لانتخاب ترامب أو لوصوله للسلطة. في نفس الوقت أعتقد أنه كانت هناك تصريحات حاسة من جانب ترامب لي الكرسي البابوي وتأثيره في العالم. اليوم أعتقد أنه اللقاء قدر من المصالحة والمصارحة، لأنه نسبة كبيرة أعتقد من الكاثوليك الأمريكان انتخبوا دونالد ترامب على قاعدة أخلاقية، وفي نفس الوقت كانوا يرون أنه يمثل الأمريكية الضائعة في عهد الديمقراطيين، وهذه كتلة ليست هينة في الولايات المتحدة. نعم السيد عزت إبراهيم الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك. أعلن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون بيرنيان أنه تلقى معلومات بشأن وجود اتصالات بين مسؤولين روس وفريق حملة الرئيس دونالد ترامب عام 2016، الأمر الذي أثار قلقه. وطالب بيرنيان أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي الجميع بأن يدرك أن روسيا تدخلت بوقاحة في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وأضاف بيرنيان الذي ترأس الوكالة من عام 2013 إلى يناير 2017 أن موسكو فعلت ذلك رغم ما صدر من واشنطن من تحذيرات حازمة وواضحة لها. من جانبه نفى البيت الأبيض مجددا وجود أي علاقة بين حملة ترامب وموسكو، مشددا على أن إفادة بيرنيان تؤكد ما دأب على قوله في هذا الصدد. كشفت شرطة مانشستر أن شابا بريطاني من أصل ليبي يدعى سلمان عبيدي هو المنفذ للحادث الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة نحو 60 آخرين في حفل موسيقي. كما شنت الشرطة مداهمة مسلحة على موقع في مانشستر يعتقد أنه يرتبط بعبيدي، وأعلنت الشرطة القبض على شاب يعتقد أنه على ارتباط بالهجوم يبلغ من العمر 23 عاما في جنوب مانشستر. في أقل من 24 ساعة من الحادث المروع الذي هز مدينة مانشستر البريطانية، كشفت شرطة مانشستر أن شابا بريطانيا من أصل ليبي يدعى سلمان عبيدي هو المنفذ للحادث الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة نحو 60 آخرين في حفل موسيقي. أؤكد لكم أن المشتبه فيه بتنفيذ هجوم مانشستر يدعى سلمان عبيدي ويبلغ من العمر 22 عاما. أولويتنا الآن هو الكشف عن ما إذا كان حادثا فرديا أم أنه يعمل لدى منظمة إرهابية. في المقابل أعلن تنظيم داعش الإرهابية تبنيه الاعتداء متوعدا بمزيد من الاعتداءات في بيان تناقلته حسابات منسوبة للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي. ووقع الاعتداء الأسوأ الذي تشهده بريطانيا منذ 12 عاما على أحد مداخل قاعة مانشستر أرينا التي تتسع لحوالي 21 ألف شخص في نهاية حفل موسيقي، الأمر الذي أثار حالة من الهلع بين الجمهور الذي شمل عددا كبيرا من الشباب والأطفال. وأشارت الشرطة مداهمة مسلحة على موقع في مانشستر يعتقد أنه يرتبط بعبيدي. كما أعلنت الشرطة القبض على شاب يعتقد أنه على ارتباط بالهجوم يبلغ من العمر 23 عاما في جنوب مانشستر. أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أمس رفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد من خطير إلى حرج، وأضافت أنه تم نشر وحدة من الجيش دعما لقوات الشرطة.
هذا وقد علقت ماي الحملة الانتخابية التي تقوم بها استعدادا للانتخابات العامة في 8 يونيو القادم، إلا أن الحكومة البريطانية أكدت أن ماي ستشارك في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي كما هو مقرر هذا الأسبوع. في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار. الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات التنموية الكبرى بمحافظة دمياط في قطاعات الصحة والسكان والإسكان والأثاث. مجلس الأمن يعلن وجود أدلة أولية على استخدام غاز السارين في هجوم إدلب بسوريا. بابا الفاتيكان يستقبل الرئيس الأمريكي وقرينته وابنته بالقصر البابوي في روما. انتهت النشرة، للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.